مفاجأة كبيرة من قناتنا، قناة طالب المصري. طبعا انتوا عارفين ان هدف القناة هو مساعدة الجالية العربية اللي حابة انها تتعلم ايطالي وعندها وبتواجه مشكلة في تعلم اللغة الايطالية، ان احنا بنساعدهم، ان احنا بنشرح مناهج 4 مستويات ادزيرو اونو ادو بيونو. تمام، يعني معانا 4 كتب ب4 مناهج ب4 مستويات. تمام، زائد ان احنا عاملين حلقات اسمها كبسولات. كبسولات يعني كل الكلام اللي احنا محتاجينه واحنا رايحين في اي موقف، في المستشفى، في المدرسة، عند دكتور النساء. طبعا دي مجالات كبيرة وهنفتح لها حوارات كبيرة. تمام، في كمان عاملين دراسة المنهج بتاعنا عن طريق كمان كورسات تانية. يعني ايه كورسات تانية؟ يعني المستوى لو هو ادزيرو او اونو، المفروض ان احنا هنلاقي فيه كورس القواعد، كورس الاستماع، كورس القراءة، كورس المحادثة. تمام، كل ده موجود تقريبا، المفروض هينزل ل4 مستويات اللي معانا، زائد بعض الحاجات اللي هي توعية اللي احنا هينزل مثلا، وتشجيع للناس علشان تتعلم، علشان تركز على هدفها، علشان ان احنا نشارككم نجاحهم فتتشجعوا اكتر، فتحسوا ان الدنيا مش صعبة، فتشتركوا وتذكروا وتهتموا وهكذا. تمام، المسؤولية كبيرة جدا، واحنا طول الوقت يعني انا وجهي خاص بحاول ان انا اطور في المحتوى، اعداد جديد، افكار جديدة. الفكرة مش قائمة فقط على مجرد ان احنا بنشجع وبنعلم، ودي مسؤولية كبيرة. طب نعمل ايه؟ نطور في المحتوى. ففي مشاركة جميلة جدا هينضم لأسرة ايطالي بالمصري، هتنضم معانا رحاب. هي بنوتة مولودة في إيطاليا ولغتها الأولى هي لغة إيطالية، هي مادريلينجوا إيطاليانا، يعني لغتها الأصلية والأولى هي اللغة الإيطالية. رحابها تكون موجودة معانا في القناة وهتساعدنا في بعض الدروس، وهنحتاج لمساعدتها، وهتشوف وجوه جديدة معانا في القناة، بحيث ان احنا بنطور المحتوى وبنحسن المحتوى اللي احنا بنقدمه. طبعا انا مجرد ما دخلت القناة وانا كل يوم تقريبا بحفظكم ان انا وسيطة ثقافية، وان انا واجهت صعوبات في تعلم اللغة الإيطالية، لغتي الاولى هي اللغة العربية، ولكن مفيش مستحيل. ومن هنا بدأنا ان احنا نعمل سلسلة الحلقات علشان ان هي قايمة على التشجيع وقايمة على افكار جديدة بهدف ان احنا نتشجع كلنا. بس فكرنا في الفترة دي كمان ان احنا نضم معانا رحاب. خلونا نشوف رحاب مع بعض يا جماعة ونعرف مين رحاب دي. Ciao a tutti, io mi chiamo Rehab Mossad, sono madrelingua italiana e sono nata, vivo e studio in Italia. Studio marketing e mi sono unita al canale italiano in egiziano. بعد ما شفتوا رحاب هستنى تقولوا لي رايكم في التعليقات، وتقولوا لي ايه رايكم في الافكار اللي احنا بنعملها علشان ان احنا نطور المحتوى ونطور من نفسنا مع الوقت علشان نقدم لكم احسن حاجه. انتوا دبستوني ودخلتوني في تعليم اللغه وانا حبيت الموضوع يا جماعه بصراحه، بس قررت ان انا اطور المحتوى علشان اكون على قد المسؤوليه، والموضوع بقى يخش على الاحتراف. يعني احنا كنا بادئين على مستوى محليات، خلينا نطلع على الاولمبيكيات بقى ونطلع على الاحتراف. فقلنا نجيب لكم مادريلينجوا ايطاليانا، واحده هتبقى معاها بقى لا برونونشا ايطاليانا والاكسنت بتاعها الاتشينتو، وتقول لكم بنفس سرعه الايطاليين بالظبط. فان شاء الله يعني مشاركه رحاب تكون مفيده بالنسبه لكم، ونحاول الفتره الجايه ان احنا نطور في محتوى القناه. ادونا رايكم وافكاركم في التعليقات، وقولوا لي ايه رايكم، وادونا تشجيع لرحاب كده ولقناتنا، وهستنى رايكم في التعليقات.